بابوس الجائزة الحلوة دي. بشكر جريدة الأنباء الكويتية العريقة الجميلة على التكريم ده، والتكريم ده أنا بعتبره إنه مش أي تكريم عادي، لأنه ده جايلي من أكبر جريدة عريقة، وإن أتكرم دي حدا شيء أنا بفتخر بيه جدا. عايز أقول لكم إن كل الصحفيين طول مشواري الفني وقفوا جنبي وسندوني على كل مشواري الفني ده من صغري وأنا عندي 5 سنين لحد دلوقتي. وأنا بسبق وأهني الكويت وشعبها الأصيل بعيدها الوطني عيد التحرير يوم 25 و26 فبراير. وأحب أبارك لسمو الأمير الشيخ الصباح على عيد جلوسه، وإن شاء الله ربنا يديني العمر وأرجع أشوفكم كلكم هنا، لأن أنا بحب شعب الكويت، ويا رب يعني ما بعيدش عنكم كتير عشان هتوحشوني. الأستاذة منيرة الهويدي وخالد وكيلة وزارة الإعلام، أستاذ وخالد مشكورين وايد ما قصرتوا، تقدرون تستريحون في مكانكم، أهلا وسهلا. ألف مبروك لكل الفايزين بجوائز شعلة الأنباء والمكرمين من نجومنا العرب. أعتقد أن الجو صار مناسب علشان نسمع صوت الفنانة الجميلة اللي كانت منورتنا قبل شوي، هو معقول تكون موجود معنا بنفس القاعة ونسمعها اليوم. خلونا نرحب بالنجمة الجميلة دينا كايو. بمرتبة نجمة فوق العادة، قدمت في مسيرتها أدوار خالدة لا تنسى، مثل دورها في فيلم المصير ودورها في شخصية نازة كان مستلق دار في ليالي الحلمية. عينها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان قبل سنوات كأول سفيرة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط للنوايا الحسنة وللسلام، وحققت نجاحات كبيرة في المجال الإنساني وحظيت بالتقدير الدولي المستمر. ما يسرفنا الوقت علشان نعدد كل ما قدمته من إبداعات خلال مشوارها الفني اللي تكرمها الأنباء عنا اليوم، كل المحبة والتقدير والتكريم المستحق للنجمة الكبيرة صفية العمري.
باسم الله، باسم الكويت الشامخة الكريمة العظيمة السيدة والسادة، مساء الخير. الشكر الجزيل لدار الأنباء بعيدها 44 بقدم لهم كل التبادل، يعني أقول إيه ألف ألف مبروك وعقبال 144 إن شاء الله. أستاذ يوسف المرزوق، تحياتي وشكري الجزيل على الدعوة الكريمة من قبل دار الأنباء. يعني هقول باسم السلام، باسم الكويت السلام، باسم شعب الكويت الراقي المثقف الكريم، تحياتي لكم جميعا. وعشان ما اطولش عليكم بوجه تحيه كمان لاخي بشار الصديق، من قلبي انا بقول استاذه فجر السعيد الحمد لله السلامه، نورتي حياتنا من جديد، تحياتي لكم جميعا. السينما استحقت أن تكون معنا اليوم في حفل الأرباء لتكريمها، التكريم للنجمة من نفضالي. خصوصا ان انا بحب دولة الكويت، واول مرة كمان بشتغل في دولة الكويت لاني بعمل فيلم السينما ان شاء الله هيتذاع في اجازة نص سنة. اتمنى اني اكون قدمت عمل موفى في دولة شقيقة انا بحبها جدا. شكرا للانباء، شكرا للسيد يوسف المرزوق، شكرا على التكريم. Thank you.